اليوم 18 من سبتمبر أيلول من عام 1973، 18 يوما تفصلنا عن لحظة الحسم مع العدو. ظلت أخبار الاقتصاد والدبلوماسية والسياسة الدولية تملأ الصفحات الأولى للصحافة المصرية ومنشطاتها العريضة. لا حديث عن أي استخدام للقوة العسكرية من جانب مصر. غطت الصحف نقاشات الدوائر الدبلوماسية في الأمم المتحدة تحت عناوين متنوعة. الكل كان يتفق على أن أزمة الشرق الأوسط تقترب من درجة الغليان. نقلت الأهرام تصريحات وزير الخارجية التركي في زيارته للقاهرة التي تحدث فيها بلغة دبلوماسية هادئة بأن بلاده لا تقبل استخدام القوة لحل المشكلات السياسية، وأن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة يحقق السلام العادل. وعلى صدر صفحتها الأولى ركزت صحيفة الأخبار على تداعيات التوتر الدولي والأمريكي من أزمة نقص النفط مع قدوم الشتاء. في سياق متصل اهتمت الصحف المصرية بتغطية قرار البرلمان الإسرائيلي بعقد جلسة استثنائية لمناقشة توسيع هجرة يهود الاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل وأهمية التنسيق مع العناصر الصهيونية في الكونغرس الأمريكي لزيادة دعم واشنطن في مسألة الهجرات المتتالية. وفي الشأن المحلي، مع اقتراب شهر رمضان احتفت الأهرام والأخبار بالمتاجر الشعبية التي افتتحتها الحكومة لمقاومة الغلاء وتحقيق الرفاهية للشعب. ومن أخبار الفن، تحدثت الأهرام عن سفر الفنان محمود شكوكو إلى كندا وأمريكا مشاركا مع الفنانة شريفة فاضل في إحياء 8 حفلات للمغتربين العرب. فيما نقلت الأخبار اعتذار الفنان سمير صبري عن عدم السفر إلى أمريكا بسبب انشغاله بمشاركته في عدة أعمال تلفزيونية. وفي ذلك اليوم أيضا غطت الصحف فوز الإسماعيلي على الأولمبي بالرغم من إجهاد فريق الدراويش ومسعي الأهلي لمصالحة جماهيره أمام البلاستيك بعد هزيمته من نادي الطيران في المباراة السابقة. من أخبار العالم والفن إلى الرياضة، تنوعت اهتمامات الصحافة المصرية دون أي إشارة من قريب أو بعيد لاستعدادات تحرير الأرض.